أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوطني رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نخبة من رجال الأعمال، اخترنا لكم اليوم السيد رباح صدقي الطوري، المدير التنفيذي والمؤسس لمكتبة النجاح. أستاذ رباح، أهلا وسهلا فيك معنا بالبرنامج، نورتنا اليوم. حابينك تعرف عن نفسك للسادة المشاهدين. إن شاء الله. رباح صدقي الطوري، أردني الجنسية طبعا، عندي مكتبة النجاح، وعندي نجاح الطباعة والتصوير. ما شاء الله. المكتبة لأربعين سنة طبعا مفتوحة، وقبلها كنت قبلها 8 سنوات في أسبوع رئيس قسم الحسابات في بلدية راس الخيمه. ما شاء الله. نعم. يعني 48 سنة أنا إلي في دولة الإمارات. ما شاء الله عنك أستاذ رباح. حابينك تعرفنا عن المعايير اختيارك للموظفين، لطاقم الإدارة والموارد البشرية في مكتبة النجاح. نعم. بالنسبة لطاقم الإدارة التنفيذية والبشرية، هذول عنصران ضروريين جدا. ليش؟ يتم الاختيار أول شيء على المستوى التعليمي. صحيح. اثنين، توافر مقومات ومتطلبات شغل الوظيفة. ثالثا، الخبرة في مجال العمل. أكيد. هذه العناصر الضرورية لابد من توافرها حتى تكون في عنا إدارة تنفيذية وموارد بشرية تمشي مع العمل الصحيح. طيب، هل تعتبر نفسك قائد مبادر، وما هي الخدمات المقدمة في السوق لتلبية متطلبات الفرد؟ نعم، أظن نفسي كذلك بإذن الله تعالى. فأنا لي خبرة طويلة في هذا المجال من حوالي 40 عاما. بالنسبة للحدث العالمي الهائل إكسبو 2020 الذي يدور حول تبادل الأفكار والاختراعات بين مختلف البلدان، من وجهة نظرك ما هو طموح الشركة لمكتبة النجاح للتأثير وخدمة دولة الإمارات العربية المتحدة في هكذا حدث دولي؟ نعم سيدي، بالنسبة هذا يعتبر إكسبو حدث عالمي، عدت له دولة الإمارات كل سبل النجاح والتفوق لما توافر لديها من مقومات وبنية تحتية ممتازة، والشركة لم تألو جهدا في توضيح تاريخ إكسبو لعملائها وعمل الشرتات والدعايات واللوحات والصور وغيرها في سبيل معرفة الناس بأهمية هذا الحدث العالمي. طيب أستاذ رباح، حابينك، هل من الممكن توظيف المهارات الحالية المتوفرة في مكتبة النجاح لتوظيفها في خطط مستقبلية؟ بمعنى آخر، بدنا نعرف الرؤية المستقبلية لمكتبة النجاح. إن شاء الله. بالنسبة للمهارات الحالية المتوفرة في الشركة والخطط المستقبلية، التوسع في الشركة بإذن الله تعالى، وإعداد خطط مستقبلية تفيد العملية التعليمية تكون مرجعا للطلاب. في عنا شغلات بنعمل مذكرات مرجع للطلاب قبل الامتحانات، أمور زي هذه وهتكون مرجع لهم ضروري للشباب والطلاب. ما شاء الله عنكم شاملين كل المجالات. نعم. أستاذ رباح، حابينك توجه نصيحة للأشخاص اللي حابين انهم يبتدوا مهنة مثلا اللي هي مكتبة. نعم. قرطاسية. نعم. وإلى آخره. نعم. سؤال مهم جدا. أنا أنصح من يمارس المهنة حديثا بالصبر والمثابرة والتطوير المستمر، حيث لا بد أن يلقى الشخص في بداية أي عمل تجاري بعض الصعوبات. أكيد. ولكن بالصبر والجد وإعداد خطط يسير عليها، فهذا يؤدي إلى النجاح بإذنه تعالى. حابين نتكلم برضو عن دور دولة الإمارات في التوجيه الصحيح والأمن والأمان. سيدي، هذا سؤال مهم جدا. هذه دولتنا والحمد لله إن فيها 48 عاما. ما شاء الله. والحمد لله أولادنا تعلموا وكبروا واشتغلوا والحمد لله، وإلها الفضل علينا. الإمارات وطن الأمن والأمان والتسامح، فمنذ 3 أعوام تصدرت دولة الإمارات قائمة الدول الأكثر سلاما وأمانا بفضل القيادة الرشيدة والحكيمة، جعلهم الله ذخرا وسندا لهذه الدولة الحبيبة ولشعبها الأصيل. آمين يا رب العالمين. أستاذ رباح، حابينك تعرفنا عن موقع أو كيفية التواصل مع مكتبة النجاح. يا سيدي، بالنسبة لمكتبة النجاح، موقعها شارع شيخ محمد بن سالم القاسمي بجانب بلدية راس الخيمة القديمة، الشارع العام. تلفوناتها طبعاً
072-332-322 072-332-221. فهذه تلفوناتنا واحنا بالخدمة لأي طلب يطلبوا منا احنا. طبعا جميع أرقام التواصل سوف تظهر أسفل الشاشة أعزائي المشاهدين. أستاذ رباح شكرا مرة أخرى لتواجدك معنا اليوم في البرنامج. إلى هنا أعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا المميزة مع ضيفنا الأستاذ رباح صديق الطوري المدير التنفيذي والمؤسس لمكتبة النجاح. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC العربية. دمتم بخير وفي أمان الله. تحياتي يا سيدي.